حاليا عمر حلوم بيلعب كرة بالعرض. الكرة طارق بيلعبها سيرج سيرج ملعوبة سيرج بتلعب الكرة كرة خطيرة لصالح فريق راسين عرضية الكرة لغنى بنشاف جول 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 الله 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 عليك يا دوح الله عليك يا دوح الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة جدا من رالف حتشيتي الهدف الثالث لفريق الراسينج دوح عم بيسجل 3-0 بيلعب كرة لطارق حلوم طالع حلوم عم يطلب الكرة طارق طارق بيلعب كرة عرضية طارق لا دوح دوح فرصة الهاتريك يا دوح الله عليك يا دوح هاتريك لدوح عم بيسجل الهدف الثالث الشخصي له والهدف الرابع للراسينج نجم المباراة محمد قدوح ثلاث اهداف هاتريك بيعجز عنا تماما محمد حمية عم تجمع نادي الراسينج وهسه برا الياس محمد قدوح عم ياخذ اشارة الحكم فبالاسراوي عم يتقدم قدوح بوجع محمد حجاز بيصدر الجول هدف التعادل لصالح محمد عم يتقدم حسين ماضي عن